يبقى انت دخلت المباراه دي وانت كلك ثقه ان انت تقدر توقف ليفاندوفسكي، جنابري، سانيه، اي حد بقى بيلعب. الحمد لله. انا زي ما قلت لك، احنا اتفرجنا عليهم، وكان لينا كانوا هما لعبوا مقابله بعد قبل يومين من الماتش تبعنا. كانوا لعبوا هيرتا برلين وتفرجنا مجموعين في الفندق كذا. وشفنا طريقه لعبهم عامله ازاي. هما دائما زي ما قلت لك، هما يحب يعمل مساحه لصديقه اكثر ما هو يستغلها، فاهم؟ الحمد لله انا كنت مركز كده، وركزت كثير على ليفاندوفسكي ومولر. والحاجات اللي ركزت عليها ان ليفاندوفسكي دائما ياخذك على نص الملعب، ولا المولر ياخذك على نص الملعب، والثاني يقوم واخد العمق. مين افضل فيهم يا هو مولر يا مولر جامد. انت شفت مولر؟ مولر جامد. مولر، انت شفت مباراه النهائي؟ مولر ما كانش موجود، الباير ما دارش بوجه وجه كويس. ايوه، بس مولر بالنسبه لك افضل لاعب في الباير؟ لا، مش افضل لاعب، بس دوره مهم في الباير. دوره مهم، هو وكيميتش لاعبين اساسيين في الباير. لو الاثنين دول مش موجودين يبقى عندهم مشكله. ما احنا شفنا غاب مولر في النهائي، الباير كان كويس، فاهم؟ وبرده ليفاندوفسكي، هما زي ما قلت لك، هما لاعب بيكمل لاعب كده وكده. وبرده الباك ليفت تبعهم ديفيس ده ما بيبطلش جري.